السينما المصرية طول عمرها كان فيها سواء قبلات أو بالمايو أو بتاع ده، وما كانش فيه تزمت زي ما حصل في ظروف سياسية دينية في الفترة الأخيرة يعني. ولو جرأة الصراحة دي في العلاقات دي فهي متعمدة من جهتي يعني، علشان نكسر التابو ده اللي موجود وتعود الأمور إلى مجراها الصحيح. يعني الناس بيبوسوا بعض يعني، عارف ده شيء طبيعي في الحياة يعني. اختيار ماجد الكدواني للدور انه شكلا وموضوعا ممكن اصدق ان هو الدكتور ده، في اسلوب التلقائيه في ادائه اللي عجباني. في حاجه يا جمعه؟ ما بعتبرش هذه المشاهد مبتذله ولا خارجه، ده جزء من واقع الحياه يعني. يعني انا متعمد ان اكثر التابو ده، ان يعني في جمهور كبير عريض ما عاش الفتره الحريه دي، فلازم انا اعوده ابقى جزء منه يعني. وبعدين حكايه المايوهات وحكايه القبلات في عده افلام بقى، مش بس انا، في فيلم داوود عبد السيد برضو فيها، في فيلم حتى نواره في لقطه في حمام السباحه والى اخره. وده انا مبسوط يعني، ده بيزيد مع كثره الافلام ولا بتاع ده، ترجع الامور الى طبيعتها يعني. الدنيا لازم تمشي على مزاجك، لما تحب تمشي تمشي، ولما هيف عليك تيجي بمزاجك، كل ده عشان زعلتك على الزباله بتاعتك. فيلم قبل زحمه الصيف فيلم مهم جدا، انا استمتعت بيه جدا وله تجربه خاصه معايا، واتعرض عليا في 2012. الشغل مع الاستاذ محمد خان انا مستمتع بيه الحقيقه، وانا بعتبره اضافه ليا يعني، بشكر ربنا انه اداني الفرصه اني اشتغل مع مخرج زي ده. طبعا يعني الفيلم ما يتحكيش يعني، ملوش حدوته تتحكي، ولكن هو حاله انسانيه يعني، يعني تتشاف تتحس يعني. مبدا صحيت بدل مبدا بقى؟ لا لا، مفيش حد بيعمل فيلم عشان يعمل فيه الفاظ، لكن الدراما هي اللي بتحكم الموضوع يعني. المشهد الخارج هو المشهد اللي مش متوظف في الدراما. الدنيا كلها 26 تيمة، التناول هو اللي بيفرق. في بعض مشاهد خارجة يعني، لما حد بيعمل مشاهد خارجة دي أنا أعتقد أنه ببساطة سببها أن هي مش متوظفة جوه الدراما، وبالتالي ما بتبقاش متصدقة، وبالتالي بتجرح. لكن في مشاهد متوظفة جوه الدراما يمكن من غيرها يبقى شكل الفيلم مش متصدق، شكله فيك أو ارتفيشال مصطنع. المطلقة بتلبس مايوه كل، الأرملة بتلبس بيه.